طبعا احنا ملاحظين النهارده ان في ارتفاع في درجه الحراره عن الايام اللي فاتت، وان كان الارتفاع طفيف، وده اللي نوهنا عنه مع حضرتك الايام اللي فاتت. نعم. والنهارده فعلا 38 درجه مئويه، ارتفاع عن المعدل بحوالي درجتين او 3 درجات. ان شاء الله يعني طقس النهارده ده مش هيستمر معانا كتير، هتبدا الانخفاض الطفيف مره اخرى اعتبارا من غدا، وهنحس بيه اكتر يوم الخميس والجمعه ان شاء الله. الخميس والجمعه وسبت يبقى عطله نهايه اسبوع جميله جدا. وطبعا الانخفاض ده انخفاض طفيف مع ارتفاع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه، واحنا متفقين ان احنا خلاص في مرحله ارتفاع لنسب الرطوبه الفتره القادمه مع نهايه الشهر 7 وشهر 8 كله. نسب الرطوبه بتكون مرتفعه سواء على سواحلنا الشماليه او القاهره، وبتمتد ارتفاع نسب الرطوبه حتى محافظات كمان شمال الصعيد. وده طبعا بيدي عاملين اثنين، اولا طبعا ارتفاع نسب الرطوبه بالليل بيخلينا ننصح بعدم الجلوس في اماكن مغلقه، بالاضافه الى كده بيكون ليها مردود بالصبح بدري قبل سطوع اشعه الشمس، الشبوره المائيه بتتزايد شويه، بيقل معاها مستوى الرؤيه الافقيه عن الايام اللي فاتت، فناخد بالنا اثناء القياده واثناء الخروج للسواحل الشماليه ومحافظات الوجه البحري مع وصف نهايه الاسبوع ان شاء الله. الرؤيه بتكون قليله شويه، نكون حذرين ونخرج بدري عشان نمشي براحتنا على الطريق ان شاء الله. الملاحه البحريه معتدله خلال ال 72 ساعه القادمه سواء في البحر المتوسط او البحر الاحمر، مهيئين تماما لكافه الانشطه البحريه ان شاء الله.